والله حسيت انه اخر يوم في حياتي هذا، لانه اول مره هيك بصير حوار اول مره، وبكى بمواجهات فوق بين الشباب وش اسمه والمستوطنين وجيش الاحتلال، واجوا شباب الحاره الفوق يجوا يدافعوا عنا، وطلع جميع المسيل هذا والحجار على شو اسمه على الشباب فوق. طلعنا سطح بس قلنا الله اكبر، هجموا علينا على الدار وبلشوا يكسروا وحركوا السيارة هناك لعند دار جارنا وولعوا دارهم. بعدين اجوا المستوطنين لهون وكان جيش الاحتلال بحمايتهم، واجوا لهون وكسروا الدور وحركوا السيارات برضو بحماية جيش الاحتلال، وجيش الاحتلال بقى يساعدهم ويفتحوا ويفتح لهم البوابة. واجت الاطفاء وولعوا المصطبان، اجت الاطفاء رموا على الاطفاء، اجت الاطفاء كسروها رموا عليهم احجار. احنا ضلنا واقفين لحد الصمود، مستحيل نرحل من هان، ضلنا واقفين لحد الصمود نرحلش من هان الحوارة، انه هاي بلدي يحمونا، جميع اللي بيشوفنا هسه يحمونا، بدنا حماية لانه جيش الاحتلال، لانه بدنا السلطة. هاي شايف بمرق من هان بيرفعوا لنا اصبع، مريت بمرقوا مستوطنين يعني بصيروا يتحركشوا.